اسمه الدول فائقة السرعة في التنمية، ويمكن أضرب لك أمثلة بيها. الصين على سبيل المثال، لو شفت الفترة اللي هي نهضت فيها اقتصاديا تلاقيها فترة زمنية في حكم الزمن يعني في حكم الدول تعتبر قصيرة جدا بالنسبة للقفزة الاقتصادية الهائلة اللي عملتها. نفس الشيء مثلا في سنغافورة، نفس الشيء في ماليزيا، نفس الشيء في أندونيسيا، نفس الشيء في دبي، نفس الشيء في جنوب أفريقيا. كل الدول دي نهجت نهج واحد. إيه النهج ده؟ ببساطة شديدة إن هي يعني رصدت تغير شكل الملاحة الدولية في التجارة. الملاحة الدولية كانت زمان قائمة على خطوط، يعني تقول ده خط مثلا اسكندرية بالكيل، مركب تطلع من اسكندرية تروح بالكيل، تنقل تجارة من اسكندرية لبكين وهي راجعة تجيب تجارة، ممكن تعدي على حتة تانية تنزلها وتيجي. ده الأسلوب بتاع الملاحة الدولية زمان. تطور هذا الموضوع إلى بعد ما تطورت السفن وبقى فيه سفن تشيل حاويات تصل لغاية 20,000 حاوية. طبعا سفن عملاقة جدا وبتشيل كمية من التجارة ضخمة جدا، فابتدت تبقى فيه زي ما تشيل مثلا 20,000 حاويه مش توديهم دوله واحده، تقوم تعدي على دوله تنزل 8,000 حاويه، تعدي على دوله ثانيه تنزل 4,000 حاويه وهكذا، تقسم الحمول. فبقى فيه نوع جديد من الملاحه البحريه، والمواني اللي هي بتستقبل النوع ده من المراكب ممكن تستقبل 3-4 مراكب، وكل مركب عليها 20,000 حاويه، بتتكلم على 100,000 حاويه في اليوم. فبقت المواني دي لازم تكون مجهزة تجهيز خاص جدا، ولازم تكون مساحتها كبيرة جدا وفيها ستورج اريا كبيرة جدا. فتلاقي مثلا المواني اللي عندنا، مواني اسكندرية مثلا في حدود 8 كيلومتر مربع، تلاقي مثلا او 8000 متر مربع يعني، تلاقي العين السخنة في حدود 12,000 متر مربع. الميناء المحوري اللي هي الميناء التي تستطيع ان تتعامل مع هذا الكم من الحاويات الضخمة جدا لازم لا تقل عن 70,000 متر مربع. فالحقيقة النوع ده احنا عندنا الميناء الوحيدة اللي ممكن ينطبق عليه هذا الكلام، الميناء الجديدة اللي اتعملت في عهد يعني الرئيس السيسي، وهي الميناء بتاعت بورسعيد شرق، مش بورسعيد القديمة، بورسعيد الناحية التانية اللي في سينا، بورسعيد شرق. والميناء دي حاليا جاري تجهيزها على قناة السويس بحيث انها تبقى ميناء محوري، بمعنى تعدي عليها هذا النوع من المراكب وممكن تترك بضائع ويحصل فيها تبادل بضائع من المنطقة دي. الدول دي بقى عملت ايه؟ ما اكتفتش بان عندها مواني محورية، راحت عاملة كمان ما يسمى بالمطار المحوري. المطار المحوري بيبقى مطار، بتتكلم برضو على مطار ساعته كبيرة جدا، يعني مثلا 50,000 راكب أو 30,000 راكب وانت طالع في السنة. ليه؟ لأن يبقى فيه طيارات، عدد كبير جدا من الطيارات بيطلع منه كل يوم ورايح لديستنيشنز كتيرة جدا في العالم. ليه بقى؟ لأنه نقل البضائع جوا اللي الناس متعرفوش 45% منه بيتم في بطن طائرات الركاب، مش في طائرات الشحن. 55% بس في طائرات الشحن، انما طائرات الركاب بتشيل 45% من البضائع. فلو انت عندك طيارات عدد كبير من الركاب وطائرات الركاب بتروح كل يوم تروح كل دول العالم، اذا بقى عندك يعني امكانيات تجاريه ضخمه جدا لنقل البضائع جوا. طب الدول بقى فائقة السرعة في التنمية عملت ايه؟ عملت ميناء محوري ومطار محوري، وبقت الميناء المحوري تجيب المكونات بتاعة الصناعة في الحاويات بالملايين. يعني لو انت مثلا بتعمل كاميرات زي دي او بتعمل تليفونات او بتعمل اي الكترونيكس، بتعمل ادوية، بتعمل اي حاجة، المكونات بتيجي في حاويات وتنزل في بلد زي مثلا الصين فيها مصانع لمصانع التجميع. المصانع دي تاخد المكونات دي تجمعها وتطلع المنتج بتاع نوكيا، بتاع
ايفون ايا كان يعني المكون اللي بيتعمل. وانس بقت مكون كده منتج نهائي بقى متنقلش بحرا وبقى مش مطلوب بكميات حاويات، بقى مطلوب 10,000 تليفون، 20,000، 30,000، 100,000، وبالتالي بقى شحنات صغيرة يمكن نقلها في بطن الطائرات، طائرات ركاب. وكل ما كان عندك بقى طائرات ركاب بتطلع من عندك كتير وتروح لديستنيشنز كتيرة في العالم، كل ما كان الميناء المحوري ده أو المطار المحوري ده قوي جدا. طيب ما بين بقى الميناء المحوري اللي بتوصله البضائع في شكل مكونات داخل الحاويات، وما بين المطار اللي بينقل المنتج النهائي ده للدول دي، الأراضي اللي بينها دي كلها تصلح مصانع تجميع والصناعات المكملة للمنتج النهائي ده، زي التغليف وزي الليبولينج يعني حاجات كثيرة جدا، بتبقى منطقة صناعية متكاملة. أقرب مثل لهذا الكلام جبل علي في دبي. جبل علي عبارة عن إيه؟ ميناء دبي، ده ميناء محوري، مطار دبي الدولي، مطار رائع جدا، 80,000 راكب في السنة، عنده طائرات بتروح في كل الدنيا كلها. فالناس بدل ما تقعد تعمل المنتج النهائي ده في الصين وعشان تنقله من الصين مثلا لأمريكا الجنوبية كل ده يبقى جوا، بتعمله بتجمعه في جبل علي في دبي ويطلع في شكل منتج نهائي جوا إلى 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 المطار. يبقى هو قرب يعني العملية الاقتصادية، بتخدم العملية الاقتصادية جدا. علاوة على إن هذه الدول في معظمها ما عدا دبي بيبقى فيها قوة عاملة كبيرة ورخيصة الثمن. لو أنت جيت بصيت لنا إحنا تلاقي عندنا كل حاجة، عندنا موقع جغرافي متميز جدا يتواصل ثلاث قارات، عندنا قناة السويس كمحور مائي يعني خطير جدا وقادر جدا على 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 هذا الدعم، عندنا ميناء محوري تم بناؤه بالفعل اللي هو شرق بورسعيد، عندنا مطار محوري الساعة بتاعته المفروض 30,000 راكب في السنة، لما يعني خلصنا ترمينال 2 بقى ترمينال 3 وترمينال 2 والمطار القديم كل ده ساعته 30,000 راكب في السنة، وبالتالي ينطبق عليه انه ميناء محوري. ينقصوا ايه؟ ينقصوا بقى ترمينال كاربو كبير، ده موجود في الايه؟ في المشروع الرئيسي اللي احنا عملناه. هو كل ما في الامر ان انا ضغطت بحيث خلص، انما هو كان بادئ من سنه 2008 التفكير فيه، وسنه 2009 حصلوا على تمويل من البنك الدولي لتمويل الدراسه في شركه اسمها شركه ايكوم في انجلترا، والشركه كانت ابتدت تشتغل لما حصلت احداث يناير، الموضوع نام، وبالتالي الشركه حست ان مصر فقدت البوتنشال فالشركه الاخرى نامت. لما انا جيت مسكت الوزاره، وزاره الطيران، احييت الموضوع تاني، سافرت الشركه قلت لهم مين قال لكم انا هسحب التمويل لو ما عملتوش وادي الشركه تانيه، ويعني ضغطت عليهم ضغط بحيث كملوا الدراسه في الفتره اللي انا كنت موجود فيها. خدت الموضوع وسافرت بيه جنوب افريقيا في مؤتمر بيتعمل لما يسمى بالايربورت سيتيز. الايربورت سيتي ده كونسبت، الكونسبت ايه؟ انه بيستخدم الاراضي المحيطه بالمطار اللي هي مخصصه اصلا لحرم المطار، يعني كل مطار في العالم الاراضي اللي حواليه بتمثل حرم المطار. ليه؟ ما تقدرش تبني فيها عماره وطياره نازله، ما تقدرش تبني فيها برج والطيارات بتنزل. فالحرم المطار بيبقى المناطق المحيطه بالمطار الغير مسموح في البناء فيها الا الارتفاعات محدوده جدا. الكونسبت بتاع الايربورت سيتي هو استخدام هذه الاراضي في الاغراض الصناعيه والاقتصاديه والتجاريه المدعمه للطيران. يعني بيسموها نون فلاينج ايكونوميك اكتيفيتيز. يعني انت دلوقتي انت بتجيب يا اما فلايت اكتيفيتيز اللي هي انشطه الطيران، يا اما انشطه مش طيران انما مدعمه للطيران. زي ايه؟ زي الكارجو، زي المناطق اللوجستيه، زي انك تعمل مثلا مناطق شحن وتفريغ وتعمل ميناء بري ينقل ويشحن الحاجات اللي جايه والى اخره. الحقيقه المشروع بتاع الايربورت سيتي معمول على مساحه حوالي تقريبا على ما اذكر يعني حوالي
عدة آلاف من الأفدنة، أفدنة من الأراضي المحيطة بالمطار. إنما كان الخطوة الأولى فيه إنك أنت ترفقه، والترفيق كان محتاج 7 مليار جنيه، فطبعا الدولة ما قدرتش تديله أولوية أولى. في مناطق، بيسموها ليجر بمعنى فنادق ومستشفيات، ومناطق ليجر بمعنى متعة أو فسحة، يعني للسائح اللي جاي يتفسح أو يعمل. ودي مرحلة أنا شايف إنها مش هي دي المهمة، إنما في منطقة في ترمينال يسع 30 طائرة، طائرة نقل، في منطقة شحن وتفريغ، في منطقة كارجو كبيرة جدا، في ميناء بري بيسموه دراي بورت. دراي بورت هو الميناء البري اللي لو في تجارة هتيجي عن طريق الميناء البري ده، اللي هو طريقة الحاملات اللي هي السفن في المواني البحرية، وبعدين هتفرغ، هتتحط على عربيات نقل، عربيات النقل بتيجي على المطار على الميناء البري ده، تتفرغ ومنها تخش المطار. المنطقة دي لوحدها في منتهى الأهمية أن تكمل ما بدأته مصر في منطقة قناة السويس. يعني مصر في منطقة قناة السويس، منطقة الصناعية في قناة السويس، وتخدم هذا المشروع. الفكر لازم يكون متكامل والنظرة شاملة لكل ده، إذا كنا نريد أن نحقق أو نلحق بالدول فائقة السرعة في التنمية. ليه؟ لأن إحنا بنعتمد على إمكانيات الغير هنا. إحنا بنوظف موقعنا الجغرافي المميز وإمكانياتنا من حيث الشحن والتفريغ والمناطق اللوجستية والمطارات والمواني، في إن إحنا نبقى حركة، يعني حلقة وصل مهمة جدا في التجارة العالمية، وفي نفس الوقت نفتح مجال للأراضي كلها الواقعة ما بين مطار القاهرة الجوي وما بين منطقة قناة السويس، ودي منطقة شاسعة صحراوية كلها، إنها تبقى كلها منطقة زي جبل علي تتباع بالسنتيمتر مش بالمتر. تيجي الدول كلها اللي بتنقل بضائعها بالشكل ده تعمل صناعة تجميع وصناعات مكملة لصناعاتها الرئيسية، خاصة أن مصر تتمتع بالآتي حاليا: نمرة واحد فيها مطار القاهرة الدولي، مطار قوي، وإذا استكملت مشروع الايربورت سيتي فيه الجزء الخاص بالكارجو، أنا ما يهمنيش الجزء الخاص بالليجر، وما يهمنيش الجزء الخاص مش عارف إيه، أنا يهمني المرحلة الخاصة بالكارجو اللي هو تيرمينال الكارجو والمنطقة اللوجستية والدراي بورت. وهناك مقترح زيادة عن كده بقى هم منهمش دعوة بيه في الدراسة، إن لازم نربط هذا الكلام بخط سكة حديد ما بين بورسعيد شرق وما بين مطار القاهرة الدولي. في الحالة دي بقى عندك كل مقومات ومكونات الانطلاق الاقتصادي بسرعة الفائقة. تمام. طب وإيه اللي وقف الموضوع؟ يعني الموضوع الفلوس؟ لا ما وقفش. أنا يعني الرؤية دي أنا شرحتها في مجلس الوزراء لما كنت وزير، ويمكن اختصيت بيها الرئيس السيسي لما كان وزير دفاع، وطلبت إن أنا يعني أعرضها عليه كوزير زميل في هذا الوقت، يعني إن أنا أعرض عليه هذا الكلام في مكتبه، وفعلاً شرحته له كويس جداً وفهم جداً أبعاده. هي الفكرة إنهم بيبصوا الموضوع بشكل يعني كله، يعني عملوا كله إزاي. وفعلاً كان أسند لأحد السادة الوزراء في وقت من الأوقات، أو لعدة وزارات الحقيقة، إنهم يدرسوا إمكانية ترفيق الايربورت سيتي عشان يبتدوا يشتغلوها، لقوها محتاجة 7 مليار جنيه، يعني وقفت بسبب التمويل. اللي أنا بقوله، ما أنتش محتاج كل هذا التمويل، ما أنتش محتاج إنك ترفق المنطقة كلها عشان تبتدي المشروع. ابتدي الأول في الجزء المكمل لما تفعله في قناة السويس، لأن ده هيعظم جدا جدا المنطقة الصناعية في قناة السويس، هيعظم جدا جدا الميناء المحوري في شرق بورسعيد، هيكمل المنظومة بتاعت الدول فائقة السرعة في التنمية. تمام. هيخلق منطقة اللي هي ما بين القاهرة وما بين منطقة القناة، كل المنطقة بتاعت الصحراء الشرقية دي هيحولها إلى جبل علي مصري. كلها الدول هتيجي تطلب إنها تعمل، هيخلق فرص عمل هائلة في المصانع دي.
وخاصة إنها العمالة دي متوفرة في مصر. ليه؟ لأن النوع ده من العمالة ما هوش عمالة سوفيستيكيتد متطورة قوي. ده تجميع، أنت ما بتعملش المكون نفسه، أنت بتجمع بس، وتجمع طبعا تحت إشراف المنتج. المنتج بتاع يعني المصنع بيطلعه باسمه هو، سامسونج مثلا عامل في بني سويف زي المصنع بتاع سامسونج في بني سويف، يوم يعمله في المنطقة دي أقرب له، لأنه هيشحن منين؟ من مطار القاهرة. سامسونج بيعمل إيه دلوقتي؟ يبقى يرجع الحاجة اللي بيعملها يشحنها من البحر ثاني، من المواني يعني السخنة واسكندرية وكده، يا إما بيشحنها من مطار القاهرة، فكلها بينقلها برا مسافة كبيرة. لو أنت كانت المنطقة دي كلها مناطق مجاورة لمطار القاهرة الدولي ومجاورة لمنطقة قناة السويس، هيبقى الشحن سهل جدا. وبالتالي النظرة دي هي هذا المشروع مكمل تماما لما بدأته مصر من تطوير منطقة قناة السويس وعمل المينا بتاع شرق بورسعيد. تمام. طيب.